الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى أحمد مصطفى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس وحد الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله رسوله فقد رشد وهدد وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية وما يأس الله رسوله فقد ضل وغوى عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقوى تقنطوا من رحمة الله فإنه رحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكون من الخاسرين على وإن نفسا لن تموت حتى تستقمل رزقها فاتقوا وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على المؤمنين والمؤمنات وعلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بابي الله حسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا فإنك خير الرازقين اللهم احفظنا من عذاب الدنيا والآخرة فإنك خير الحافظين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انصر الإسلام المسلمين والمجاهدين في سبيل الله الذين لا يخافون لومة لائم اللهم اهلك الكفرة والمبتدئ اليهود والنصارى اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق زمعهم اللهم زلزل اقدامهم فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر 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 बारू <coughs> سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا, أرحم الراحمين يا, أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما আল্লাহ পবিত্র ঈদুল আজহার ইয়া আল্লাহ প্রথম আমল নামাজের পর তোমার দরবারে আল্লাহ অনেকগুলি মুসল্লিদেরকে নিয়া আল্লাহ উলামাই কিরামদেরকে নিয়ে সম্মানিত লোকদেরকে নিয়া মুতাকিদেরকে নিয়ে তোমার শাহী দরবারে বুক ভরা আশা নিয়ে হাত উত্তোলন করেছি আল্লাহ তুমি আমাদের নামাজকে কবুল মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের সমস্ত আমলগুলিকে কবুল মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি ক্ষমা করাকে পছন্দ করো আল্লাহ তুমি আমাদের সবার জন্য ক্ষমার ফাইসলা করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের সবার ক্ষমার ফাইসলা করে দাও আল্লাহ তুমি যদি মাফ না করো আমাদের নিস্তার নাই আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের মুরব্বী মুরব্বীদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের মুরব্বীদেরকে মাফ করে দাও তুমি আমাদের আত্মীয় স্বজনকে মাফ করে দাও আল্লাহ ওম্মাতে মুসলিমাকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ গোটা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ তুমি আমাদের দেশের উপরে রহমত না আজিল করো আল্লাহ দেশের উপরে তুমি রহমত না আজিল করো আল্লাহ দেশের উপরে তুমি রহমত না আজিল করো ইয়া আল্লাহ তুমি কামরঙ্গি চরের এলাকাটাকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ তুমি কামরঙ্গি চরের এলাকাটা তুমি হেফাজত করো ইয়া আল্লাহ এই জমিনকে ইয়া আল্লাহ এখানে যারা বসবাস করছে আল্লাহ তারা বড় আছে তাদের পেরেশানিকে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও তাদের পেরেশানিকে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও আল্লাহ তুমি গায়েবে খাজানা থেকে সাহায্য করো আল্লাহ তুমি গায়েবে খাজানা থেকে সাহায্য করো আল্লাহ ঈদের ময়দান আল্লাহ ঈদের নামাজ তো ঈদের ময়দানেই হওয়া চাই আল্লাহ সেই ব্যবস্থা যারা করে দিয়েছে ইয়া আল্লাহ বিশেষ করে আমাদের এমপি মহোদয় ইয়া আল্লাহ তার বিশেষ দৃষ্টি ইয়া আল্লাহ আমাদের প্রিয় আল্লাহ সকলের প্রিয় আল্লাহ হোসেন ভাই তার আয়োজন এবং আমাদের সকলের আল্লাহ 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 চেষ্টা এবং সমর্থন এই একটা তুমি তুমি করে কেয়ামত পর্যন্ত এটা তুমি বলবৎ রাখো ইয়া আল্লাহ ময়দানকে আরো তুমি প্রশস্ত করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমরা যারা কোরবানি করব আল্লাহ তুমি প্রত্যেকের কোরবানিকে কবুল মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ প্রত্যেকের কোরবানিকে তুমি কবুল মঞ্জুর করে নাও করার সামর্থ্য রাখে না আল্লাহ তাদেরকে তুমি অতি দ্রুত আল্লাহ কোরবানি করার সামর্থ্য রাখে আল্লাহ এই অবস্থায় তুমি তাদেরকে দিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ সারা পৃথিবী থেকে এ আল্লাহ হাজি সাহেবানরা এসেছে ই আল্লাহ সমস্ত হাজি সাহেবকে আল্লাহ তুমি হাজে মাবরুর নসিব করো আল্লাহ যারা মারা গিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি জান্নাত দান করো আল্লাহ যারা আমরা তোমার ঘরে গিয়েছি তাদেরকে তুমি বারবার যাওয়ার তুমি তৌফিক দান করো যারা এখনো হাজিরে দিতে পারিনাই ই আল্লাহ তাদেরকে তুমি অতি দুরুত তোমার ঘর দেখার তুমি তৌফিক দান করো ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও তা সললা আলা খাইরি খালকিহি ওয়া সাহাবিহি আমিন আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার